هزيمة قاسية لبرشلونة فليك أمام أوساسونا في ملعب السادا. جمهور بابلونا كان فرحا ومنتشيا بالانتصار على المتصدر ترتيب برشلونة. برشلونة بعد ما بدأ واحد البداية اللي هي رائعة ورائعة بزاف بالانتصارات السبع متتالية، حقق 21 نقطة 7/7 قبل هذا الماتش ديال أوساسونا. أفضل هجوم في الدوري، سجل ربما 23 هدف. يعني برشلونة كان هو الأفضل في كل شيء. برشلونة فليك كيخلع أي مواجهة، أي خصم غادي يواجهه على الملعب، سواء ملعبه أو لا خارج ملعبه. ولكن المواجهة ديال أوساسونا دخل فليك دخل فيها مجموعة من التغييرات، يعني تقريبا 5 ديال التغييرات في التشكيلة، خلات الجمهور ديال فريق برشلونة يتساءل بزاف على هذه المداورة اللي دار فليك. المداورة ديال فليك ربما لم تنجح. هو في الأساس أن عندك التشكيلة الأساسية منقوصة بزاف ديال الحوايج، التشكيلة الأساسية ومازال خاصها تدعيمات، التشكيلة الأساسية فيها إصابات، التشكيلة الأساسية فيها غيابات، غيابات اللي هي كثير. فليك ما عرفناش شنو بغى يدير. التفكير ديال فليك هو اللي بغينا ننزلوا للأرض الواقع، وبغينا نتبعوا الأخبار ديال الفريق كل ساعة على مدار الساعة. غادي نلمسوا الاعتذار لفليك، وغادي نصفقوا لفليك، وغادي نقولوا باللي أن فليك الله يحسن عونه والله يكون في عون فليك، مادام أن عنده هاد الغيابات الكثيرة وكيلعب بهاد العناصر اللي هي من العناصر ديال لاماسيا. ولكن إذا بغينا عاوتاني نقولوا كلمة حق، وبغينا نكونوا غيورين على هاد الفريق، لأن فليك ماشي هو ملاك، فليك شخص إنسان ويمكن له أنه يخطأ. وفي هذه المباراة ديال أوساسونا يتحمل الخطأ، وكيف ما قال هو في المؤتمر الصحفي أنني أتحمل الخطأ، لأن اللاعبين فريمو كان اللي في المستوى وكان اللي ماشي في المستوى، كان اللي في نهاره وكان اللي ماشي في نهاره داخل المباراة ديال أوساسونا على ملعب الصدار. ولكن يبقى الخطأ الكبير هو ديال هانسي فليك. هانسي فليك أنا مع واحد التفكير، لأن كان أمام خيارين. هو فريمو أن الإراحة ديال اللاعبين والإصابات كتكثر، حنا مثلا نخسروا 3 نقاط، نخسروا مباراة، حسن ان نخسروا لعاب ولا جوج لعابه اللي غادي تزادوا لنا اللعابه اللي مصابين، وبالتالي غادي يصعبوا علينا المباريات الجايه، نظرا لاننا كلما مشينا بماتشات كلما كينقصوا لنا لاعبين، واللاعبين دابا حنا في امس الحاجه اليهم، لان الماتشات المهمه مازال جايه في الطريق، ومازال يلا غادي نبداو في الموسم، لان هذا مجرد بدايه. ولكن كيبقى كما قلت امام اختيارين. الاختيار الاول هو انك تدخل بهذا التشكيل مثلا 5 ديال التغييرات، 5 ديال اللاعبين اللي ماشي في التشكيله الاساسيه على الاقل اللي كاينه دابا، او انك تبدا بالتشكيله الاساسيه الشوط الاول وتولي دير شونجمون كري، يعني اما مع بدايه الشوط الثاني تغير داك الاساسيه تريحو، ولا الدقيقه 60 دقيقه 55 يعني تبدا تغير في الاساسيين تريحهم وتطعم تشكيله بلاعبين لاماسيا لاعبين رديف. يعني على الاقل انا ربما مع هذا الخيار هذا الثاني، يعني على الاقل انك تخلي المباراه في يديك، على الاقل انك ما تكونش خاسر بجوج لصفر في الميطه الاولى كما شفنا. يعني جوج ديال الاهداف تقبلتهم برشلونه في الشوط الاول كان صعب، كانت الامور صعبه كثير على الفريق، ولو ان الفريق حاول انه يرجع في الشوط الثاني، وكان الهدف ديال باو فيكتور يعني بكري كان جا متقدم في الشوط الثاني، جا متقدم الوقت ديال الشوط الثاني، يعني عطى امل لبرشا انها تقدر ترجع، لبرشلونه انها تقدر ترجع في النتيجه، وانها تقدر تعدل على الاقل النتيجه. ولكن السرعه، ولكن المرتدات والسرعه ديال الهجمات ديال اوساسونا كان سلاح فتاك. هنا بانت الثغره ديال فريق برشلونه في الدفاع، دفاع شوارع، خاصه منين لعب دومينغيز الى جانب باو كوبارسي. صراحه دومينغيز منين لعب الاساسي لعب المباراه تقريبا كامله، حتى تصاب في اخر المباراه شفنا ان التغيير ديالو بعد ما خرج مصاب. ولكن دومينغيز يمكن مازال ينقصوا الكثير، مازال شاب، مازال صغير، مازال لاعب ديال اتلتيك برشلونه، ولكن مازال ينقصوا الكثير، مازال ما يمكنناش نعولوا عليه في المباريات القويه. يمكن هذه صفعه، يمكن هذه انذار لهانزي فليك، الهزيمه هذه وتبين له الحقيقه ديال انك ما خصكش تدخل متعجرف. يمكن بان لي انا في هذا الماتش هذا دخل متعجرف، دخل انه هز راسه بزاف، دخل انه مقزم الخصم لواحد الدرجه اللي ربما كبيره بزاف. أوساسونا ملعبه خصم عنيد، خصم شرس، خصم اللي هو قوي، والارقام كتبت ذلك. الا جينا نشوفوا مثلا أوساسونا شنو دار هذا العام، الى قبل المباراه ديال البارسا فلعب 7 المباريات حصل منا 10 نقاط، تصوروا معايا حصل 11 نقطه، تصوروا معايا عنده 10 نقاط داخل الملعب ديالو. فريق لا يهزم في ملعبه، ربما لعب 3 المباريات او 4 المباريات
ربح 3 وتعادل في مباراة واحدة داخل الملعب ديالو، هو ربما خارج الملعب ديالو من أسوأ الفرق ومن أضعف الدفاعات اللي كاينة في الليغا، ولكن داخل ملعبه ملعب أصدار من أقوى الخصوم على أي فريق كيما بغى يكون نوعه، كيكون خصم شرس. يعني كاع معظم النقاط اللي صيد هذا العام واللي جاب أوساسونا فهي جابها من داخل الملعب ديالو. هنا كيتبين أن هانزي فليك كان عليه أنه يمشي للمباراة، أنا ربما على حسب رأيي وعلى حسب الغيرة ديالي على برشلونة كجمهور لفريق برشلونة، هو أنه المباراة ديال أوساسونا ما كانش عليه خسارة، كان يلعبها بندية. ربما يونغ بيونز أو لا يونغ بويز سويسري اللي غادي يكون في المقابلة ديال يوم الأربعاء ضد برشلونة على ملعب لويس كامبانيس غادي يكون ربما في المتناول ديال فريق برشلونة. ما كنظنش أنه ذاك الخصم العنيد ذاك الخصم الكبير لأنني نريح له اللاعبين. أنا عارف باللي أن هانزي فليك ما غيرش ولا ما ريحش اللاعبين لأن يونغ بويز هو الخصم العنيد والكبير. أنا عارف باللي هانزي فليك دار المدورة حيت أن المباريات اللي خداوها اللاعبين كثيرة بزاف، لأن لاعبين عندهم لاماسيا، لاعبين صغارين بحال كاسادو، يعني لاعبين اللي إنيغو مارتينيز اللي من منذ بداية لا ليغا والجميع المسابقات وهو كيلعب المباريات تقريبا رسمية ككل، وخايف على الإصابة اللاعبين، خايف يخسر اللاعبين، هو ما ريحش اللاعبين للمواجهة ديال دوري أبطال أوروبا بقدر ما أنه كيشوف الإراحة ديال اللاعبين، كيشوف الجهد العضلي، كيشوف الجهد اللي كيبذلوه اللاعبين في المباريات وما عندوش تغييرات كثيره. يعني هو ولا مضطر انه يلعب بداك اللاعبين والاسماء اللي كتشوفوها حاليا كاينه هي اللي كاينه، ما عدا التغييرات اللي دخل بها وقحمها في المباراه ديال اوساسونا. يعني معظم اللاعبين اللي هما شباب اللي هما كما قلنا من برشلونه الرديف، هنا كاين يعني ما بين فليك خطا وفليك على صواب. حنا عارفين ان فليك عنده شيء من الصواب واننا هذا الخطا ما غنحملوش وما غنحسبوش انه واحد الخطا اللي هو كبير، وعارف ان فليك بامكانه انه يتدارك الموقف، وعارف ان فليك مازال امامه موسم طويل، الا انه حط راسه في واحد الموقف اللي هو صعيب وصعيب كثير. علاش؟ لان ريال مدريد الا مشات تتفاز على اتلتيكو مدريد فغتصبح نقطه واحده هو الفارق ما بينه وبين برشلونه، يعني برشلونه غادي يبقى متصدر سواء ريال مدريد ربح او خسر او تعادل او الاتلتيكو كذلك معا، فهو الصداره دائما لبرشلونه حاليا، يعني حاليا لان الفارق 4 نقاط. ولكن كيف ما قلت غيوضع نفسه في واحد الموقف اللي هو حارس، موقف اللي هو لا يحسد عليه. علاش؟ لان كان هو موقف مريح، كان بامكانه يفوز على اوساسونا، يمكن يمشي للماتش ديال يونغ بويز باريحيه رغم انه ماشي مباراه صعيبه ما كنظنش، ولكن ربما ان حتى 3 نقاط ديال دوري ابطال اوروبا مهمه ومهمه للغايه، خاصه انه خسر الماتش ديال موناكو. ربما فليك ركز على الماتش ديال دوري ابطال اوروبا باش ما يمشيلوش دوري ابطال اوروبا من يدي، لان اي نقطه دابا غادي يخسرها غتولي في الحسبان وغتولي مهمه كثير، لان دابا الفوق دوري ابطال اوروبا مادام انك خسرتي 3 نقاط، وكيف ما كتعرفوا دابا دوري ابطال اوروبا فيه 36 فريق وداك 36 كلها غادي تمشي في سيستيم واحد، يعني في جدول واحد على حسب اللي عنده النقاط بزاف، اللي عنده النقاط بزاف كيتصدر ترتيب وهكذا حتى النهايه ديال الترتيب. اذا هنا هانزي فليك ربما غادي يركز على ان دوري ابطال اوروبا يحاول ما يخسر منه حتى نقطه، يعني ربما حتى هذا من جانب ولا من الجوانب اللي ربما فكر فيها فليك وقال بلي انني نقدر نخسر الماتش ديال اوساسونا معليش، ولكن دوري ابطال اوروبا لا يحتمل الخساره، خاصه اننا في البدايه واننا في وضعيات حرجه واننا في اكراهات وسبات كثير، ربما الماتش ديال يونغ بويز يكون صعيب علينا. ربما فكر بهذا المنطق هذا وقال انني نخسر الماتش ديال اوساسونا، ولكن حنا من الجانب ديالنا التحليلي كنشوفوا ان هانزي فليك ربما كما قلت انا الخيار الثاني هو انه يكون دخل بالتشكيله الاساسيه، ولكن في الشوط الثاني يريح مجموعه من اللاعبين، هادشي شفناه في مباريات واحده اخرى اللي كان قام بهذه التبديلات هذه. ولكن على العموم الهزيمه امام اوساسونا كتبقى مجرد هزيمه، مجرد 3 نقاط، كنتمنى التصحيح والتدارك في باقي المباريات، كنتمنى ان هانزي فليك ياخذ الامور وتكون هذه الصفعه على خد فليك باش يفيق، يعني باش يعرف ان ماشي اي ماتش يمكننا نديرو فيه اللي بغينا، ماشي اي ماتش ندخلو فيه اللاعبين اللي بغينا، ماشي اي ماتش ندخلو فيه 5 6 ديال اللاعبين من لاماسيا على حساب لاعبين اللي يستحقوا الدخول. شفنا بزاف ديال الاشياء اللي هانزي فليك منه سلبيه، هو ان انسو فاتي مازال ما عطاش وقت اننا نشوفوه مع هانزي فليك الى مدى تطور هذا اللاعب. علاش مازال مصر على فيران توريس؟
علاش مازال مصر على فيران توريس يشارك في المباريات رغم ان الاداء ديالو سيء، رغم ان فيران توريس لا يتحسن ولا يتقدم بتاتا. مجموعه من الاشياء اللي يمكن نناقشوها مع فليك، حتى فليك ربما مازال كتبان الثغرات ديالو شيئا فشيئا، ولكن كنتمنى ان الاخطاء ديالو تكون قليله باش هكا يقدر يمشي مع برشلونه الى او لا الى بر الامان، يعني ربما مع الرجوع ديال المصابين. كنظن في هذا الشهر هذا نتمنى انه يرجع فيرمين لوبيز، نتمنى انه يرجع غافي، نتمنى انه يرجع فرينكي دي يونغ، على الاقل هذا الثلاثي او الرباعي يكون قطعه مهمه ومهمه جدا لهانزي فليك. اولمو، غافي، فرينكي دي يونغ، فيرمين لوبيز، هذو من اللاعبين الاساسيين بالانتظار انه يرجع لنا حتى اراوخو في الدفاع، لان الدفاع فهو عنده خيارات قليله بالنسبه لهانزي فليك. الدفاع عنده ما كتشوفوا باللي ما عندوش خيارات كثيره، انيكو مارتينيز ارتاح، دخل دومينغيز، يعني ما عندناش قلوب الدفاع شكون اللي غادي يدخل، ما كاينش باوكو بارسي، يعني بعض المرات حتى هو كيخرج باش كيريح شويه كيدخل على دومينغيز. دومينغيز ربما كيف ما قلت مازال خصو مباريات كثيره، مازال خصو يتحسن، مازال الاداء خصو يتطور مع الوقت. نتوما الاخوان كيفاش شفتوا الهزيمه ديال فريق برشلونه مع اوساسونا؟ واش كتشوفوا ان برشلونه قادر انه يتحسن مع الوقت ان شاء الله مع هانزي فليك مع الرجوع ديال المصابين، او لا هانزي فليك مجرد كانت بدايه جيده يمكن مازال يكون مباريات على اقل المستوى؟ المهم تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموني بلايك سبسكرايب جيم، تشيري الفيديو مع الاصدقاء ديالك، والراي ديالك كيهمني بزاف، تخليه لي في الكومنتير. تهلا فراس.